دراري مساكين بزاف مغرورين مغرورين فهمتي ديك العجل يدخلوني الفلوس الصارات الحفلات والبنات وظلم لاير معلم، ولكن للاسف لاير مع العقليه الحفيانه كترد كطبع ظلم لاير فهمتي لدرجة صديق هذا صديق مريح في مراكش سعودي كيدير بحال هكا وهو الصديق ديالي مغربي كيدير راك عارف من كيديروا بحال هكا تيرموا عليهم الفلوس المغربي ربح ودابا شحال ديال الوقت باش تشوف الريزولطا تخدم شويه تخدم ولكن باش تحس براسك تدوز 3 شهور تخدم يوميا وحاس براسك بعد 3 شهور الى وقت تشوف الريزولطا بعد 10 سنين بعد 10 سنين وانت خدام كونتربرونور يقدر بعد 4 سنين يقدر بعد 6 سنين وكان نقول لك الله يرحمك الوالدين صبر 10 سنين غير صبر 10 سنين كان ممكن نكون عايش حياه واعره في 2011 تحركت عندي القضيه خدمت 2006 2007 2008 2009 2010 من الاخر ديالها عاد تحركت هادو كنت كنضرب فيهم كي الحمار 2007 8 9 كنت كنضرب والو تيبان داكشي الفرتيت 2009 كيك الاخر ديال 2010 عاد بدا المومنتوم بدات القضيه كتطلع فهمتي وكان ممكن في 2011 ورغم اني بالغت شويه في المصاريف ديالي في 2011 باقي عاقل شريت طوموبيله بشي 32 مليون شريت واحد جوج تاع لي زابارتمون ديال الضحى وصحابني راسي راني حكمتها وراني وصلت وكذا هادشي في 2011 الخوت ولكن من بعد دخلت سوق راسي ما كنتش كنصرف وليت كنمشي تنصرف فلوس كامله في البيزنس وفهمت الدرس بان لا طوموبيله لا ابارتمون لا حتى شي حاجه ما غادي تنفعني بديت كنصرف فلوس كامله في البيزنس ولا يوميا هذا كنصرف فلوس كامله في البيزنس لان الفلوس اللي ترجع لك هي الفلوس اللي صرفتي في البيزنس ولا في العقار ولا شي حاجه انفستيتيها اما فلوس ما عرفش دير بها اي حاجه ما عندها باش تنفع ما رجعش عليك بنفع شريت الطوموبيله الا كانت عندك شي فلوس شايطه على جنب هاني تشري بها طوموبيله باش تشري طوموبيله باش تبان على عباد الله وكذا فاكين بولشيت ردي تضيع فلوس تنقول بلي الخدمه اللي خدمت في 2011 وتكمشت واصعب حاجه هي تكمش نصيحه للاخوان تعلم تكمش وتدخل سوق راسك الا كانت شي حاجه زعما نافعاني الى يومنا هذا هي التكميشه لعبت القنفود ودخل سوق راسك الفكره ونسميها اللي بغيتي تكمش دخل سوق راسك وبلا ما تقول لي انا سبع لاكش ما كاينش السبع كاين عندنا سبع واحد في البلاد صافي باش نتساليو حنا هاد القطاعات انا السبع ما كاينش السبع كاينش السبع في البلاد كاينين القنافد كاين القنفود فاهم الدرس وكاين القنفود ما فاهمش الدرس سمعني ندوز لك المهم خلينا نهضر لا انا واش نكون قنفود باغي نكون سبع غتكون طبعي هذا هو احسن ممكن تكون معلم الا ما كاين يا تكون قنفود يا تكون طبعي اما السبع كاين سبع واحد في هذه البلاد هذه من الاخر خلينا ندوزو لما هو مهم كون قنفود فاهم الدرس كتكمش باش ما تكونش طبعي تكمش يعني فهمتي دخلوك الفلوس ما عندك باش تمشي تصرفهم وداك الشيء اللي كيروجوا لك الدراري مساكين بزاف مغرورين فهمتي ديك العجل يدخلوني الفلوس الصارات الحفلات والبنات وترجع للصير وتولي ضبع احنا كندوي عليها العباية تتكمش تدخل سوق راسك تدخل سوق راسك تستمر شحال من واحد كنعرف فهمتي شحال من واحد كنعرف في 2014 دخلت الفلوس انا والدري صاحبي مزيان من سي بي اي ما شريت لا طوموبيل لا والو مكماش عندي صريفة وجالس خدام وكنفكر فين انفيستي الصريفة السيد مشى شرا بورشا دوبل في وكيطير وكذا مع كامل الاحترام انا ما كنتش فاش شاف شي واحد اصلا العقليه ديال التشفيه ديال الناس الحقيره ما كنتش فاش شاف شي واحد السيد دابا الله كريم مع كامل الاحترام لان فهمتي اخي بحاجه الاخ يطلع بزاف وتنزل الضرب في الارض انا طرات ليا ولكن ما كنتش طاير بزاف كنت طاير شويه فهمتي بحال اللي قلتي غير من الدوزيام ايطاج طحت وداري تقسم في 2010 بحال هكا طحت وتسقاس حلق وبارد بلا ما نعاود لك طحت وتقصحت ونتجمعت الوقفة وفهمت الدرس واحسن ما طرا ليا هو طحت ما بغيتش يطرا ليا بحال هكاك ديك الساعه ما كنتش فاهم الحياه نطلع ونطير وفرح انا عرفت لي دوزوا الملاير معلم ولكن للاسف الملاير مع العقليه الحفيانه كترد كطبع دوزوا الملاير فهمتي لدرجة صديق هذا صديق مريح في مراكش سعودي كيدير بحال هكا وهو الصديق ديالي مغربي كيدير راك عارف من كيديروا بحال هكا تيرموا عليهم الفلوس المغربي ربح ودابا ما عندش دير متعشه ليله وانت انا تقلقني هادشي ملي كنشوف صاحبي
علاش تكون عندك الفلوس وما عارفش تصرف فيهم؟ هذا كان الهم ديالو يقول لك انا احسن من السواد. وكان تيخرج من البار وكيخرج مع 20 بنت وكان طاغيه وكان فهمتي كان غادي بالطوموبيله والطرباش واتصل قلت له طوموبيله بطوموبيله ومشى عاوتاني كمل الطريق طوم. شو كان طاغيه ما يمكنش توقفه لدرجه كان غادي ب 140 وهاد اللقطه هادي حتى هي جات يعاودوها ليا والدراري صحابو قلت لهم 16 نهار ان شاء الله الحبس غادي بحال هكا البوليس تابعينه لانه غادي ب 140 ويدريفتي كات ونزل ويزف بالفلوس عليهم بحال هكا وركب وزاد. قلت لهم مفخورين انتم بهذا الشيء يا صاحبي يا صاحبي كيحسينا كيحسينا الامل اخر شهر يا الحبس يا اللي لقيتين امكم كتساعوا ومع كامل الاحترام زعما ماشي كنت شفا فيهم ولا شي حاجه. السلطان حاليا هما في مراكش ما لقينش للاسف حتى شي وحق رب كنقولها وعيني بو يدما ماشي شي حاجه الدراري تفتخر بها ماشي شي حاجه زوينه بزاف الدراري ما فاهمينش الحياه. اللعبه معلميه تكون قنفود ما شريت بورجه ما شريت حتى حاجه كلاش خدم اخونا حتى في الخدمه راه هي اللي تنفعك هذيك الطريق راه ما كتنفعش فهمتي ما كتنفعش. شحال من واحد يصيفط لك يقول لي ها انت الفلوس ما شفنا سكره ما شفنا سهرات ما شفنا بنات السطرك غلط السطرك غلط شكون اللي برمجك؟ السؤال هو شكون اللي برمجك بحال هكا فهمتي الدراري زعما تنتمنى شحال من واحد فين الدرس ما انا عشت الدراري دوزو الملاير دابا ما لقيتش حتى عشان ليلة للاسف. علاش؟ انا ديك الساعه ما كنتش فاهم الحياه بحال هكا وماشي دابا زعما فاهم الحياه شويه ما كنتش فاهم الحياه بحال هكا والانسان اش خاصو يدير والانسان ما خاصوش يدير ولكن انا مشيت طريق المخدرات مشيت ديك الطريق ديال فهمتي ديال ندير بحال هكا علاش خويا ندير بحال هكا هو ديال واحد خونا مرمي هنايا في الطور عندنا ناس في الزنقه الدوله ما تعاونوش وتا نعاونوش وتشي تمثلات ملي مديتي ليه يبقى ناعس تما فهمتي ما عادش نعاونو واخا نديرو لي درنا نشريو ليه دار ما يمكنش نديرو ليه شنو فهمتي كاين شي ناس ما عرفتش فهاد الحاجه ولكن شنو على الاقل شي دير عليه بحال هكا ديك بحال هكا ديرها على خونا هذا وما اكثرهم في البلاد يعني فهمتي. المهم الخوت ندوزو امتى ممكن تشوف الريزولتا تخدم واحد العدد السنين واخا تبان لك الريزولتا تكمش ونقول لك واخا تغطى تعيا صرف واحد 10% من داكشي اللي عندك والباقي انفيستي الباقي يسمع الهضره الباقي انفيستي الباقي ماشي ديال تكون كاونتربرون كتدخل 10 المليون في الشهر يلاه مليون اللي ديالك بغيتي دير بها هكا صرا الله يسخر لك راه صعيبه الا بديتي هكا ما تقدرش تساعد تولي فهمتي كاينه واحد الروح ديال التنافسيه بانت ليا تما على حقد شو هو تعاود ليا كنمنافس مع شي سعودي السعودي كيدير هكا والاخر تيدير هكا والليله ما الليله كملات انه هو كملوا بخير فهمتي كملها بخير ديال الله يتسعودي ودكي جوامع فهمتي دكيتو الله يتاوى يجبد وانا نجبد للاسف. الخوت صبروا شويه على راسكم بشويه الانسان بشويه عليه خدم اليوم تقاتل واحد 90 يوم عاد شوف الريزولتا فين وصلتي زيد 90 يوم شوف فين وصلتي ما تخدمش نهار يومين وتقلب على الريزولتا واحسن ريزولتا يخدم اليوم باش تسجل منها 10 سنين كونتربرونور نقول اني كنخدم في 1/1/2021 باش نتجازى في 1/1/2031 عرفتي الصاد اللي قدرت توصل لهذا النيفو هذا راه الطوب. حاليا انا عايش هذا النيفو اللي عايش فيه دابا الخوت كان ممكن نعيش فيه في 2011 ولكن للاسف كنت غادي نرجع للور لان شنو غادي ندير نشري الوالده فيلا اتس اوكي كان ممكن ونشري ما نقدرش نشري صراحه ديك الساعه في 2011 ما نقدرش نشري الطوموبيلات اللي عندي دابا بجوج ما نقدرش نشري الوالده فيلا نسافر ومن بعد انا رجعت للزيرو معلم باش غادي نخلص المصاريف وباش غادي ندير البيزنس ما نقدرش صافي يعني الليفل فاش كنت دابا عايش كان ممكن نعيش في 2012 البدايه ديال 2012 عقلت 2011 كانت زوينه 2011 كانت زوينه يعني حتى الاخر ديالها مزيان 2012 كان ممكن نكون عايش هذا الليفل هذا اللي عايش دابا ولكن ما يمكنش فهمت جيت لقاني صرفت كاع الفلوس وتنفكر بزاف ناري اش ندير تنقول خوت خدم اليوم وما انا مزوق ما تبقاش تقارن راسك مع الاخرين لان الاكثر اللي كيطيح بنادم هو مقارن راسي مع الاخر هو ضرب اركات انا نضرب الفيات علاش انت مدمر راسك مع الاخر
ضرب شي حاجه اللي انت مرتاح فيها وسير وصل فيها وكذا. انا الخوت بالرجوله وسمحوا لي سرحت شويه ولكن نقول هذه النقطه هذه، الا كنت قسما بالله الا كنت غادي نشري الكيا كيا بيكانتو هي اللي كنت غادي نشري، ولا واحد سوزوكي التو كنت كنفكر نشري وحده فهاد الجوج. وكنا واحد الليله مريحين في ديفيو انا والدراري صحابي، كاين الشقر كاين بلال كاين حكيم مروان كاين الدراري كاملين، قلت لهم الدراري انا بعت طوموبيله وكنفكر بالرجوله غادي نشري شي بيكانتو ولا شي سوزوكي التو. وما يقولوا لي يا خاي سيمو ما يمكنش، بنادم غادي يضحك عليك في الويب، بنادم غادي يطلع عليك، بنادم راه ما هادش يفهم بلي انت راه يو ار فاكين سمارت. ما غادي يبقاو يقولوا لك عاوليتي يقول مليونير استقشاري الكيا بيكانتو استقشاري سوزوكي التو. وشنو قلت لهم؟ قلت لهم لا الدراري بالعكس انا راه غادي نشريها وغادي ندير بحال شي خونا حصلني، غادي ندير بحال شي خونا حصلني وصورني بحال هكا انا نازل منها ونشرها في الجروبات باش نضحكوا شويه على دوك الكومونتير ديال اول مليونير هو مطلعين عليا ونضحكوا كامل. قال لي لا خي سيمو حق الله فهمتي دابا بزاف الناس، انت خي سيمو فعلا انت ديما كتقلب يطلع وضحك، ولكن كاين بزاف الناس خي سيمو كيامنوا بيك وحتى هما كيخدموا وكيتقاتلوا تهرس لهم ديك الصوره اللي واخدين عليك، تهرس بزاف ديال الحوايج ديال كذا ديال المساكين ديال خي سيمو على وجه دوك الدراري اللي هاكا تيتيقوا فيك وكذا ما فيها ما جاتك والو اخي السيمو ما ديرش هاد اللقطه هادي بالرجوله. بقيت شريت الجاكوار والمازيراتي على قبل فهمتي على قبل ماشي على قبل الناس باش يشوفوني، وانما على قبل هاك الاصدقاء ديالي النصائح ديالهم. بليز اخي السيمو كاين واحد الناس كيامنوا بيك وتيتيقوا بيك وتيدافعوا عليك ما تهرسهمش. وبلي شحال من واحد تيقول بغى يولي بحالك، بغى يولي بحالك ما بغاش يولي يسوق كيا بيكانتو وما خدامش. المهم الدراري عرفتي كيا بيكانتو باخر انت مليونير مريح مدينه مهم في قهوه وما تتبانش وعادي وما جايب لك حتى واحد الخبار ومقنات وصافي، وبنادم شاك فيك عطيك اتساع و عرفتي شنو يا خي صايق المازيراتي عايش كوست لوش. الدراري سولني انايا كل ضو حمر يدقوا عليك الطلاب راه انت كسارق. انا واحد النهار مريح انا ومراتي في القهوه مريحين بحال هكا، كاين الشاج كيصحابو واش ما كنسمعوش الشاج اللي من ورانا، الشاج مريحين كاين شي ناس من ورانا في القهوه كاين الشاج كيوصل ويقول له صاحبو وحديد صاحبي. قال لي ويا معلم ما كاعش شحال ساويه الشفار الله ينال دير امهم كلاو البلاد باش يديروا داكشي. انا سمعت ديك الهضره ما عرفتش انا امتى كليت البلاد، انا ما عمر ديال ما خديت تدريب هي مشكلتي، فلوس انا كامله جايه على برا، انا اصلا خدام على برا البلاد هادي مخاسر فيها من الاول حتى الاخر. ولكن انت هاك شفار شفار والبلاد كذا عرفت شحال كتكوست المازيرات يا معلم باش تسوقها بزاف من غير سميتو، لان فهمتي خاصك تكون غادي وكتماد البيكانطو ما كاينش اللي وقف على ديال امك ما كاينش اللي سقسي فيك فهمتي، البيكانطو ما كاينش اللي سقسي فيك عشير فهمتي، هي راه زوينه وخايبه فهمتي تتسوى معلم تتسوى تماما وانت غادي في الطريق. عاد زيد الوالده ديما تدعي معايا الله يحفظك وليدي من العين وكذا، وانا انسان دونت توليك كيامن بالعين دونت توليك فهمتي كنامن بالعين و... ولكن لا تسوك شنو غادي نديرو فهمتي صافي. اما بيكانطو شتي دعي اش دير ربي ديال امك بالعين كاين اللي جا فيك اصلا وتعيش مرتاح.